طاقتك وزيع راسه ضيق زي القنفذ. فيها حجر الأسود تتكلم انت على وجهك هذا لو حط على ظهرك خطة بيضة تصير سنجاب ريحة شو يجي انت؟ احنا ما خلصنا شخصية مهمة بلا سوت حلقك واعطينا الاحكام يلا مزحنا معاك انت سمة العقال هذا شو يجي انت؟ وانت وجهك كأنك فار ها مستر مربرب اقول اعطينا الاحكام انا برا اول ما شوف وجهك مترهل كيف الوجه مترهل؟ اول مرة في وجه مترهل يا عم وجهك يباله تكميم وتجزير وإعادة تأهيل ساكتين لك من اول اعطيني الاحكام عشان يا رواني اعطيه انا اول مرة اشوف عباية سالف عاد انت الوحيد اللي ما راح احرس فيك والله العظيم انا فكري انت عاد اعتبرك واحد من الشباب اي ورد لك انا وانت اعتبرك واحدة من البنات عشان كده خايفة على مشاعرك.